في برنامج تونسي اسمه أمور جدية، تمام؟ تمسخر على محمد صلاح. أنت يا كريم يا الغربي اللي مجرد تلعب دور محمد صلاح، يعني برنامجكم فاشل وسخيف وهبيل. لبناني اللي درت على التوانسة تسب فيهم وقال شنو انت فاهم اللعبة ونحن منش فاهمينها، سيد لا كوميدي سيد لا باغودي. تاش معناها باغودي كي نجبدو جوار نحكيو عليه ولا رئيس في الكوميديا حتى حد ما هو مقدس، وذاك علاش الكوميديا باش الشعب يضحك من الناس اللي يحبهم ما يحبهمش باش ننقدو. هذيك تونس راه بص عشان تتفرهد، بص عشان تتفرهد، بص تتفرهد صاحبي. جاي تنقز انت محمد صالح والدنيا محمد صالح، فخر للعرب الكل وفخر لينا وفخر لنا، ونحبوا لبنان ومصر وجواراتها ونحبوا الفنانين المصريين واللبنانيين والكل. ما تحاولش تعمل فتنه، وانا ندافع على زملائي وندافع على اصحابي. ما يقعد كريم الغربي وجميع كلهم زملائي اصحاب بالرغم من قطع النظر على المنفوخ نتاعهم والدنيا، ما على باليش انا. تونس ما تتمسش كيما نحن نحبوكم ونحبوا مصر. دونك ريض روحك وتعلم شويه اصحابي، راهو في العالم العالم الكل يعملوا دي بارودي. جيت انت زعما تنقز توا تيكي كان نورمالمون تسيئ للشعب اللبناني. الشعب اللبناني متفتح اكثر من هكا. بوسه اللبنانيين كله، بوسه زاده للفنانين اللبنانيين.